مفتوح لرصاصة الطار اللي محيراكي، مش ده اللي جايبك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. هلا انت مش جاية تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل الدنيا أمارة عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوباية مية عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفة ان طارق عند النوح قال؟ لسه سمع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقول له الحكومة ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جاية تبرئي غريب ولا جاية تورطي النوح؟ الاتنين يا فندينا. براءة غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سير. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حتة دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقلها نفضلها ولا كأنها حشرة حشرة. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفتحة قال لي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين. انت اتجننت يا رمانة. الشيطان لعب معاك الدنيئة ورماك في التهلكة. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانة؟ ايوه انا. ده راجل عينه زايغ وايده اطول من لسانه. عايز نعمل له ايه يعني؟ اهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا على نفوخي بقى. لا 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 لا، انت ليه يمكن تكون رمانة اللي انا اعرفها؟ انت لازم يتعمل لك زار وتترقي. انت اكيد ملبوسة يا اخي. ولا ملبوسة ولا مكبوسة، حلوا عني انتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما احل عنك يا رمانة، الأمانة المهنية بتحتم عليا ان انا اوريكي. عشان بس تعرف اللي بترفسي عشانه النعمة بيعمل من وراكي ايه. وانت بتدهوني ليه يعني؟ وانا مالي؟ بس ايه رأيك؟ تحس ان افندينا مزاجه عالي العال عناب. لو البيت بوسي ايه مزبطاه على التراك اخر حلاوة. طبعا البركة فيك، ما هي تربية ايديك. وانت ما تمرش فيك التربية ليه؟ قصر في يومك اللي مش فايد ده، احنا لسه في اوله. اسمعيني يا رمانة، انا عايزك تنتبه لقمة عيشك عشان ما تخسريش كل حاجة، فهماني ولا ايه؟ انت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، انا بس جاي انورك عشان اللي بينا عيش وبغاشة، وما ينكرش البغاشة غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقولك ايه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لا؟ انا بعتلك الفيديو ده واتس اوب عشان لما تفوقي من الغيبوبة اللي انت فيها تبي اوب. سلام يا نجمة. مرسي. شكرا يا أيمن. واضح إنك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ اه. دي ذكريات بقى. زمان أيام ما كان فيه مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ أنهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. ألا ده انت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟ واحدة من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت.
بتحبها؟ انت شاغلة روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبت مني اني ما اكدبش عليكي، وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي. قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم نعمله قبل ما نتجوز. ركزوز تفضلي تفضلي. واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي، انا اتولدت هنا واتفطنت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايز اعرفك على حقيقتك؟ انا وعدتك لا هكذب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قول لي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك داخله ملوكي كمان. امطني امرك يا ولد. اركب العربيه تعالي اركبي. ماشي. ايه ده يا خميس؟ ده يا ستي التوك توك. قصدك اليالو كاب؟ يعني حاجة زي كده. ايه اللي انت قلتيه اللي اخترع عليه التوك توك؟ يا زوز يا زوز تعالي. فوتنا بوري. عايزه حاجه؟ اصل افندينا موصلنا نعمل لك كل اللي انت عايزاه. انا مش عاوزه حاجه، انا عاوز اعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفه انا ما اعرفهاش. ضيفه؟ طب بالاذن لافندينا يستوعبني ولا حاجه. بالحضن يا ريحه الغاليين. ازيك يا طنط؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خير وكلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازيك؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. الف سلام عليك. دي بقى يا ستي ميس فريدة بنت الراجل الكبير الباشا الأصلي. طوالي يا حاجة. يا لهوي يما ما أنا قاعدة في حالي أهو. حالك ده إيه يا بيت؟ لا انا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك مقيرة كده ليه ولو يا بوزك؟ مفيش حاجة، زهقانة، قرفانة، أي حاجة. لا، الحكاية مش حكاية قرف ولا حكاية زهق. كل من بصتك في البلكونة اللي هتجيب أجلك. أديني سايباها لك، وسايبة لك الأوضة كلها. استني عندك هنا. أنا عايز أفهم في إيه؟ إيه الحكاية؟ ولا أنت فاكرة نفسك إنك كبرت عليا خلاص؟ أنت عايزة إيه مني دلوقتي؟ عايزة أعرف إيه في مخك؟ يوه يا بنتي يا ضنايا ما تزرزريش عليا قوي كده. قولي كيف فوتنا يا حبيبتي. اقعدي يا ضنايا. يا حبيبتي انا خايفه عليكي، والراجل اللي انت بص عليه لو جه بس الرجلين قبل الايدين عشان ياخدك مش هنرضى. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده لو حصل اخاف عليكي يا ضنايا تترملي وانت لسه في عز الشباب. طفي من بقك يا ام، ربنا ينجيه من كل شر وينجيكي من شر نفسك. بس نفسي اعرف مين اللي جت مع الحاره. بس مش بقولك اخرتك ان شاء الله السرايا الصفرة. طب بقولك ايه، ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي ايه. يا بنت فوقي، خميس ده متجوز مراته. ما بتتكلمش بس ما تتعيبش. ومين اللي جاب سيره مراته دلوقتي؟ انا عاوز اعرف مين اللي كانت معاه في الحاره. يا لهوي يا لهوي منك يا فوتنا هتجننيني. أكيد هيتجوزها، أكيد دي عروسة، أمال هتكون مين يعني؟ أنا شفت أمه وهي بتحضنها زي ما حضنتني زمان، كانت بتعينها، بس ده قال لها إني مراته. ما هي لازم تعرف يا خايبة،
كانت بتبصلي زي ما تكون زي ما تكون بتواسيني. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ انا كان لازم اساله من دي، لازم اقول له جايه ليه. نفسي اتكلم بقى، نفسي اصرخ، نفسي حد يحس بيا. وحتى لو اتكلم هتكلم اقول له ايه؟ يا رب يا رب.